السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم نحل بمدينة فرخانة التابعة لبلدية بن نصار، وهي تابعة لقبيلة مزوجة، أحد أفخاد قبيلة قلعية الأمازيغية بإقليم الناظور. سنتعرف على قصبتها المعروفة بقصبة فرخانة أو قصبة جنادة. مدينة فرخانة على البحر الأبيض المتوسط، تحدها شرقا مليلة، فيما تحدها شمالا وغربا جماعة بني شكر، وجنوبا توجد مدينة الناظور. فيما مضى كانت فرخانة عاصمة مزوجة، وهي أحد أفخاد قبيلة قلعية، مكانة ساهم فيها موقعها الاستراتيجي الهام إلى جانب مؤهلاتها الطبيعية والجغرافية. المنطقة عبارة عن كتلة بركانية، هذه الكتلة البركانية التي هي غنية بالتربة، تربة خصبة، وهي تربة بركانية الأصل، من أخصب التربات المشهورة. والمنطقة اقتصاديا كانت تعتمد على فلاحة معيشية تسويقية محلية في نفس الوقت. هذه الموارد أو المنتوجات الفلاحية كانت تسوق إلى المدن أو المراكز الحضارية المجاورة مثل بني نصار والناظور ومدينة مليلية. سكانها كانوا يستقرون على شكل دواوير تمارس أنشطة متنوعة في النشاط الفلاحي، تربية المواشي، وكثيرا هي المزروعات أو المنتوجات الزراعية، إضافة إلى عائدات الجالية المغربية المقيمة بالخارج، بالضبط مليلية أو إسبانيا على وجه الخصوص. في النصف الأول من القرن العشرين كانت فرخانة قبلة لحفظة القرآن الكريم والعلوم الشرعية بفضل مسجد مولاي إدريس، والذي يعد أقدم جامع بالمنطقة، تخرج منه علماء ذو علم غزير. مسجد مولاي إدريس عرف بمعهده الديني، عدة علماء وفقهاء مروا من هنا، من بينهم أحد مؤسسي هذا المعهد هو الحاج سيدي محمد أزناي، والحاج محمد التوزاني المعروف بشيخ المعهد، والحاج سيدي مقدم بوزيان الذي هو أول رئيس مجلس العلمي بإقليم الناظور بعد الاستقلال، ثم كذلك الحاج سيدي محمد بن الحاج الكبداني المعروف بمروان، ومجموعة من العلماء. والآن من أعضاء المجلس العلمي المحلي حاليا بالناظور الحاج سيدي محمد حلوى ابن بني شيكر، كذلك كان من الذين تتلمذوا في هذا المعهد. كانت فرخانة إذن على مر التاريخ حضنا لطلبة العلم، ورباطا للمجاهدين، ودرعا يحبط مخططات المستعمر ويرد هجماته حتى لا تتعدى شظاياها إلى المناطق المجاورة. دور أنيط تاريخيا بأهل جبل جوروغو، ما زالت تشهد عليه آثار القلاع والأبراج والقصبات المتواجدة بالمنطقة، ومنها قصبة فرخانة وريثة رباط مليلة. قصبة فرخانة وريثة ما نسميه برباط مليلة، رباط مليلة الذي كان على بعد 1000 كيلومتر من المدينة، ولكنه اختفى من سيادة المنطقة ومن سيادة المغرب منذ 1859، الذي تم فيه الاتفاق الإسباني القهري القسري على بلادنا وعلى دولتنا، فاستطاعوا أن يستحلوا به. فلم يسع المغرب حينئذ سوى إيجاد موقع آخر يضاهي، يشابه، ويمكن أن يعوض جزئيا فقط ما خسره المغرب في رباط مليلة، ولذلك جاءوا به إلى ناحية قرية فرخانة، فتأسست هنالك القصبة منذ سنة 1871، وهو التاريخ الذي بدأ فيه السلطان سيد محمد ابن عبد الرحمن الحكم. الزائر لفرخانة هل عارف بتاريخها ما إن يدنو من مشارف قصبتها
حتى تتراءى له شخوص أهلها السابقين، كأنهم يصطفون أمامه بلباس زمانهم وثقافة محيطهم وطابع مجالهم. ففي هذه الرقعة الجغرافية وقعت أحداث تاريخية تشهد لأبناء المنطقة بالبسالة والشجاعة والذود عن حدود الوطن رغم الظروف السياسية الهشة آنذاك وعدم التكافؤ العسكري المغربي والإسباني يومئذ. المغرب حينئذ لا يستطيع في تلك الظروف، وخصوصا في أيام المولى الحسن، لا يستطيع أن يناجز، لا يستطيع أن يحارب، لا يستطيع أن يقف في وجه الدبلوماسية الأوروبية بأكملها. ولذلك أصبح الهدف الأساسي من وجود القصبة هو محاولة تهدئة الأمور، ومعنى هذا على أن يحول ما أمكن من وقوع الاصطدامات ما بين المغاربة وما بين الإسبان الذين كانوا يحبذون ويثيرون هذه الاصطدامات، لأنها مصدر نفع لهم وربح دائما. فلذلك كان الأساس من القصبة من قائدها المختار من قبائل المغربية، لا سيما منها من القبائل الشرقية ناحية عيون سيدي ملوك، ناحية وجدة حتى من فاس أيضا، يأتي بالجنود مع القائد ليقف حجر فصل ما بين المغاربة وبين الإسبان. قصبة فرخانة تقدم لزائرها دروسا للحياة الحقيقية، فهذه الأطلال كانت معلمة تاريخية وعمرانية في زمانها. احتضنت أبطالا بنوا وشيدوا وعلموا وذادوا عن حدود الوطن وخلفوا آثارا هم بها يذكرون اليوم. فهذه القصبة والتي كانت تسمى أيضا دار المخزن أو جنادة كانت تتوفر على عدة قاعات، منها غرفة خاصة بإقامة كبار الإدالة تتصل بها غرفة الاستقبالات والاجتماعات، ثم البيوت وقاعة للحبس وحانوتان ومسجد، إضافة إلى قطع زراعية محبسة. أما الأسوار فالبقايا تؤيد صورتها الأصلية. هذه القصبة كان كيميزها من ناحية الهندسية والفورم الجيومتريك ديالها اللي كانت شبه منحرف ترابيزويدال. السور كانت يتواجد فيها بعض الأسوار، حاليا كنشوفوا غير السور الشرقي والسور الشمالي تقريبا على وجد كامل، في الطول ديالو 100 متر والعلو ديالو كان كيوصل حتى 4.5. السور الشرقي الطول ديالو كان 80 متر والعلو ديالو كيوصل حتى 4.70 سنتيمتر. الخصوصيه ديال هاد الاسوار اللي شفتوهم فيهم لي ترو او ما يسموه بالحفار للمراقبه والدفاع، والعرض ديال هاد الاسوار تقريبا فيهم مترو، مبنيين اغلبيه بالتراب ديال المنطقه وشويه ديال الحشر، قاوموا يعني الظروف الطبيعيه نظرا للعرض الكبير ديالهم والطريقة ديال البناء، يعني طريقة فنية مهمة جدا. عوامل تاريخية هامة أدت إلى تراجع دور قصبة فرخانة، منها اضطراب وسائل النقل البحري في عهد المولى الحسن الأول وانصراف اهتمام المخزن لمواجهة بحمارة في المنطقة خلال 4 سنوات. تعاظمت الكارثة بعد حرب سيدي ورياش، حرب سيدي ورياش التي حاولت ما أمكن هي أيضا كانتفاضة ضد التحرشات الإسبان، ضد تظلماتهم وتسلطهم على الحدود وعلى الأراضي وعلى المياه وعلى كل شيء كانوا يكسبه الإقلاعيون والمغاربة. حينئذ أصبح الأمر شيء ما بالنسبة للقصبة ثقيل، وبدأت بعض بوادر الضعف وبوادر الانحدار بالنسبة للقصبة، ولن تأتي القوة الخطوة الحاسمة بالنسبة لهذا الانحدار
إلا في سنة 1903 حينما وصل الروقي بوحمارة إلى قصبة سلوان وحاول أنصاره السيطرة على القصبة، وكان لهم طبعا كان لهم ذلك، وأصبحت حينئذ الأمر بالنسبة للقصبة أصبح ملموسا، أصبح الآن ظاهرا فيما يتعلق بالحضارة. ذرات طين الأسوار المتداعية لقصبة فرخانة تشهد على ملحمة وطن صنعها سادة حملوا ألوية النصر والفتح خفاقة تعلو وترفرف في سماء الريف الشرقي، كما هو حال الشريف محمد أمزيان بطل الريف والذي استشهد بعد معارك ضارية مع المستعمر قبيل فرض الحماية على المغرب. بيد أن قصبة فرخانة ومنذ سنة 1903 تاريخ تعرضها لضربات المدفعية في اتجاه إقامة البشير بن سناح بدار المخزن خلال حصار أنصار الروقي بوحمارة، وقصبة فرخانة تعاني إهمالاً تدريجياً، غير أن العارفين بتاريخ الريف الشرقي والفاعلين الجمعويين والباحثين من أبناء المنطقة لم يدخروا جهداً لإعادة الاعتبار لهذه المعلمة التاريخية، فنظموا ندوة علمية احتفت بتاريخ المنطقة من خلال قصبتها، شارك فيها أساتذة مختصون بمداخلات هامة. بعد هذه الندوة التي وصفت بالتاريخية وفعلا كانت ندوة مهمة من تنظيم مجلس العلمي المحلي لإقليم الناظور وجمعية الناظور للتنمية الثقافية والاجتماعية بفرخانة، يعني رفعنا التوصيات من أجل المحافظة ومن أجل تحفيظ هذه القصبة من لدن الجهات المسؤولة، فأدرجت ضمن دورة للمجلس البلدي في أبريل السنة الفارطة 2015، وأجمع كل أعضاء المجلس البلدي على ضرورة الحفاظ على هذه القصبة. ولأبناء المنطقة تصور فعلي لإعادة إحياء أدوار قصبة فرخانة حتى يتسنى للجيل الصاعد التعرف على تاريخ المنطقة والاستفادة مما تركه الأجداد من تراث مادي قيم يربط الماضي بالحاضر. حالياً بعد يجب الترميم الأسوار اللي كاينة، لأن هذه المنطقة كما كتشوفوا داخلية، يعني مجموعة ديال الأشجار متنوعة ومحلية، يجب الحفاظ عليها لما لا أن تكون منطقة خضراء، نزيدوا معها واحد المتحف. الفاعلون الجمعويون من أبناء فرخانة أبوا إلا أن يحيوا مسجد مولاي إدريس بعد أن صار آيلا للسقوط فأقفل سنة 2010، ليسارع المحسنون بمساعدة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى إعادة بنائه من جديد مع الحفاظ على الطابع التقليدي لعمارته. واستشرافاً لمستقبل أفضل لفرخانة زارها في السنوات الأخيرة أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، فوضع الحجر الأساس لمسجدها الكبير على هضبة تتراءى من خلالها الحدود الحقيقية لهذا الوطن والضاربة في عمق البحر المتوسطي، لتواصل فرخانة أدوارها العلمية والدينية ولتحظى بمسجد جديد أضحى معلمة حضارية متميزة تشد أنظار الزائر. الغوص في تاريخ قصبة فرخانة أو قصبة جنادة يجعلنا نعتز بتاريخها وبتاريخ مثيلاتها من المواقع الأثرية. في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى سنتعرف على قلعة طازودة وتاريخها المجيد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.